ومعنا عبر الهاتف من عمان الأمينة العامة لشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم دكتورة نجوى بلاد. صباح الخير دكتورة، أهلا بك معنا. إذا تبعا لقرار تمديد عطلة الطلبة، هل ينطبق ذلك على جميع الطلبة حتى طلبة النظام الدولي، خاصة أنهم لم ينهوا الفصل الأول حاليا؟ يسعد صباحك روز، ويسعد صباحك انتصار، وصباح السادة المتابعين. بالتأكيد كما أسلفتي أن القرار استثنى طلبة التوجيهي في جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق البرنامج الوطني، بحيث أن دوامهم سيكون في الأول من شباط، وأيضا استثنى مدارس التي تطبق البرنامج الدولي، حيث أن هذه المدارس لديها 3 فصول وبالأصل كانت لا تلتزم بالتقويم المدرسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم لخصوصية الأنظمة التي تتبع لها هذه المدارس. نعم. طب دكتورة نجوى، يعني هذا القرار هناك آراء كثيرة حوله، في ناس مع هذا القرار وفي أهالي مع هذا القرار، وهناك أيضا من يوم الأمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان في هناك حملات من قبل الأهالي بالمحاولة بالعدول عن هذا القرار، لأنه بيقولوا بأنه أولادهم بحاجة للعودة إلى المدارس، العطلة كانت طويلة، يجب على الأولاد أن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، واضح بأنه هذا الوباء يعني مش واضح إمتى من الممكن أن ينتهي، فما ردكم على مثل هذه من ردود الأفعال؟ يعني بالتأكيد لن يكون هناك قرار يرضي الجميع، نحن نتحدث عن ما يزيد عن 10 مليون شخص في هذا الوطن، فلا يمكن أن يكون هناك قرار يرضي كل هذه الفئة. بالتأكيد هناك الرأي والرأي الآخر، ولكن بالآخر دائما نحتكم إلى رأي أصحاب الخبرة وذوي الاختصاص. فحينما أحيل الأمر للجنة الأوبئة، هذه لجنة تضم يعني ثلة من الخبراء في مجال الأوبئة، وبالتأكيد هم أقدر منا على تقدير الظرف الوبائي ومتى تنتهي هذه الموجة. نعم. بدراسة يعني بيانات واستعراض كثير من الحالات في كثير من الدول وتجارب، فكان قرارهم أن هذه الموجة تحتاج من 4 إلى 6 أسابيع حتى تنتهي، أو حتى يعني تبلغ ذروتها ثم تبدأ بالانخفاض، فبالتالي هذا يتزامن مع تقريبا منتصف شهر شباط، فيجب علينا أن نأخذ بأراء أصحاب الاختصاص. أما بالنسبة للرأي التربوي حول انقطاع الطلبة مدة طويلة عن عملية التعليم، فكثير من الدول لديها عطلة شتوية ويكون فصلها الثاني يمتد حتى فصل الصيف، فبالتالي احنا حينما عملنا إزاحة لهذا الفصل حتى 7 شهر ضيقنا أيضا الفترة ما بين الفصل الدراسي الثاني وبدء العام الدراسي الجديد. فيعني نرى أن علينا أن نوازن بين ملف الصحة وملف التعيين، فحينما نصل لمرحلة أيهما أولى، الصحة أم التعليم، بالتأكيد نحاول أن نقدم الصحة وأيضا نحافظ على عملية التعليم وفق سيناريوهات تقترحها وزارة التربية والتعليم. طيب دكتورة، تحدثتي عن أنه المدارس التي تعتمد أنظمة دولية ولديها 2 فصلين و3 فصول سوف تعامل بطريقة مختلفة، كيف ستتعاملون معها، وكيف أيضا ستضمنون أن تكون يعني النتيجة مع هذه الأنظمة لهذه المدارس كما النتيجة التي بسببها أجلتم الدراسة لأصحاب النظام العادي؟ يعني هنا نتحدث عن أمرين. الأمر الأول أن عدد الطلبة في هذه المدارس 12,000 طالب فقط، وأيضا استثنينا طلبة التوجيهي والبالغ عددهم 134,000 طالب، فكان هناك استثناءات لهذا القرار، ولكن هذا الاستثناء سيكون متابع بشكل حثيث وعليهم الالتزام بالبروتوكول الصحي بكل دقة، في حين أن مجمل أعداد الطلبة يعني حوالي 2,170,000 طالب، فهذا عدد كبير، قد تبلغ بعض المدارس يعني أكثر من 1,200 طالب داخل أسوار المدارس. لذا يعني اتخذ هذا القرار، وكان الاستثناء للعدد الأقل حتى نوازن بين الملف الصحي وأيضا يعني خصوصية هذه المدارس التي تحتاج إلى 3 فصول لإتمام العام الدراسي. نعم. طب دكتورة نجوى، هذه المدارس سيكون لهم حرية الخيار بأن يكون الدوام وجاهي أو عن بعد؟
بالتأكيد. نعم. يعني نحن يعني أعطت الحكومة الاستثناء، ولكن إن رأت هذه المدارس أن الوضع الوبائي وطبيعة الظروف داخل الغرف الصفية ومساحات الغرف وإلى آخره من الاشتراطات الصحية تتطلب أن يكون التعليم عن بعد لبعض الشعب لها ذلك. طيب دكتورة، يعني هذا القرار جاء للسيطرة على أزمة كورونا. أزمة كورونا كما تعرفين يعني ليس لها وقت لتنتهي، كما أنه بيئة المدارس كانت هي البيئة الأكثر تخوفا في الأردن من انتشار الوباء فيها. كيف تنظر الوزارة لموضوع تفشي الفيروس بين الطلاب وتشجيع الأهالي على إعطاء الطلبة للقاح؟ يعني نسبة التلقيح لا تتجاوز 10% بين الطلبة، ماذا ستفعلون لزيادة هذه النسبة وتشجيع الطلبة على أخذ اللقاح؟ يعني أنت تعلمي عزيزتي أن إعطاء المطاعيم هو اختياري وليس إجباري، لكن من حق الطلبة وحق أولياء الأمور على وزارة التربية والتعليم وعلى الحكومة أن توفر وتتيح المطاعيم للجميع، وأن تقوم بحملات توعية لرفع درجة الوعي لدى أولياء الأمور والطلبة حول أهمية هذه المطاعيم للتقليل من تفشي الوباء. ستنطلق إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم 23 كانون الثاني حملة المطاعيم، والتي كانت قد بدأتها وزارة التربية والتعليم في وقت سابق ولكن على نطاق ضيق. نعم. الآن ستشمل جميع مديريات التربية والتعليم وجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية، حيث تم الاتفاق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أن يتم تخصيص فريق تطعيم لكل مديرية تربية وتعليم، وتم عقد اجتماع أول أمس مع جميع مديري ومديرات التربية والتعليم لتنظيم جدول، بحيث أن هذه الفرق يتم نقلها لجميع المدارس حسب عدد الطلبة الراغبين بتلقي المطعوم والحاصلين على موافقة خطية من أولياء الأمور. ستستمر هذه الحملة إن شاء الله تعالى على مدار الفصل حتى نتيح الفرصة لجميع أبنائنا الطلبة الراغبين بتلقي المطعوم. نعم، شكرا جزيلا. إذن كانت معنا عبر الهاتف من عمان الأمينة العامة للشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم دكتورة نجوى قبيلات، شكرا جزيلا لك.